دعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بيع نعجة ب2 مليون جنيه في مزاد بالكويت. أربعين ألف دينار عند أخوكم خالد المشعار النعامة. أربعين ألف دينار. أربعين ألف خالد المشعار القحمر النعامة من فرديات عند قمة. أربعين ألف خالد العدهان. أربعين ألف دينار. أقيم مزاد للحيوانات في دولة الكويت، جرى خلاله بيع نعجة مقابل سعر فلكي مقارنة بسعر هذا الحيوان في الظروف الطبيعية. وصل سعر النعجة المذكور إلى قرابة 50 ألف دينار كويتي، 134 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 2,150,000 جنيه مصري بحسب ما نقل موقع سبوتينج الروسي. وانتشر مقطع الفيديو من المزاد لحظة بيع النعجة، تظهر فيه بيضاء اللون وحجمها أضخم من المعتاد، بينما يزيد الحضور على السعر حتى وصل إلى 50 ألف دينار. يذكر أن الكويت شهدت بيع أغلى جمل في العالم، ويسمى الجمل عرنون، الذي حطم رقم قياسي في السعر ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن بيع بمبلغ وقدره 16,200,000 دينار كويتي.